مشكلة ما ان كل سنة دعت تجينا عترة مرض جديدة نلقح. هالسنة جاية عترة جديدة مال حمى قلاعية، يعني ما كن جاء منها ابدا نهائيا، يعني كثير اهل الربط هسه اهل الاحواج يشكون منها. هذا بعد ما ربط وكمل راح يرجع من صفر، هذا اذا ما يقع عنده حلال. فالناشد الخيرين اللي يقدرون يجيبون لقاح مضبوط، يعني وزارة الزراعة لقاح مضبوط يكون يشتغل فعال. يعني ابسط شيء هسه الدول المجاوره بها لقاح مال حمى ثلاثيه، هذا 3 داي سيكنس، واحنا ما عندنا. من دعم ماكو، دعم ماكو. من يجينا هذا المرض ماكو، رجع الدابه من اول، والله اذا ما نتلحق بخفض حراره يموت. وزاره الزراعه انه تدعمنا بعلاج يعني بعلاف، ماكو اي دعم لنا، اي علاف ما اي دعم ما عندنا، لقاح ماكو. عندك ربط؟ عندنا ربط بس ما يدعمونا، وزارة الزراعة ما لها العلاقة بينا أبد ولا دارتنا بال أبد. هواي أكو قلاع هنا بالجوجلي ومرض قوي وما جاي يلاقحون ويجيبون علاجات، ماكو مكافحة إله، ماكو مكافحة إله. المفروض شنو؟ المفروض يوفرون على علاجات إله ولقاحات. نشتري مشترى هنا منا. اشتروا؟ إي هسه وزارة الزراعة ما جاي تدعمنا. صارت عندكم حالات؟ حالات قوية هنا أنا. أصلاً هواية حالات. ها؟ عندكم حلال مات؟ إي ما هواي قاعد يفطس هنا أنا. قاعد يفطس. إيش قاعد؟ هواي قاعد كل خزنة يروح بها 5 6 قاعد يموتن. بسبب اللقاح؟ إي من سبب اللقاحات. كم؟ ربط عندكم هنا. ربط إيش قد ما تقول بركة ما شاء الله. كم حالة وفاة أو موت صار فيها؟ والله كثير. يعني كل حوش اذا 30 راس اقل ما راح منه 4 و5 واكو 7 راح له و8 راح له، فتاذت الناس اذت شويه والله. سبب شنو؟ سبب القلاعيه. لقاح ماكش والله، رايدين لقاح وعلاج كامل بالبيطرات، نروح نراجع العيادات المستشفى البيطرات ماكو علاج، ماكو يعني. اي ترى هاي الموجوده عندكم؟ الموجوده مال الرشيديه ولا مال الاقضيه والنواحي الموجوده عندنا هنا ماكو لقاحات، ما يجي هاي فوق السنتين لقاح ماكو. عناخذ من العيادات تجاري عجيبوه، ما يفيد هذا العلاج، فد نوب تجاري ما يفيد، ما فعال، ما يشتغل، ما يوالم البيئه اللي عندنا الحلال موجود بيها.